النسائية الطالبات حركة الطالبات أطلب منهن سرعة الحركة حتى يتسنى لبقية العارضين في الكرفان المشي في هذا المكان، وأرجو توسيعة المجال لهن الطالبات الأبيات الحرائر الطائرات. لم يرضين يوما بالظلم والظلم، بل خرجنا على مديرات المدارس الظالمات واعلنا الحرية واعلنا الوقوف والصمود واعلنا الوقوف مع ثورة الشعب، مع ثورة اليمن، مع ثورة الاحرار. ها هن النساء طالبات عاملات مبرضات، ها هن النساء مربيات ارباب البيوت، ها هن اليوم يصنعن التاريخ، ها هن اليوم في هذا العرض الكرنفالي ليقولن للعالم بأن نساء اليمن يصنعن التاريخ اليوم جنبا إلى جنب مع الرجال. أيها الإخوة الثوار، أيتها الأخوات الثائرات، الحضور الكريم، لقد كان لنساء اليمن الشرف بأن نالت اليمن التي رسمت بقلب أن الحرية طريق يجب أن تغسله الدماء، فغسلت طريق الحرية بدمائها. ها هي أيضا تتوالى وفود وحشود 11 فبراير، وها هي حركة أجيال 11 فبراير تصل في هذه اللحظات إلى هنا موطن الحرية. تعز تعز الثورة، حيوا حيوا حركة أجيال 11 فبراير. أقوى يا شباب الحرية، أقوى أقوى أقوى، دمتم سالمين. الموت الموت بالغيظ لعلي عفاش ونظامه، الموت قهرا لعلي عفاش ونظامه. اليوم تقهرون عدوكم، اليوم تجعلوه لا يبكي دموع بل يبكي دم. اليوم علي عفاش يراكم والحزن يقطر من قلبه بالدم. اليوم يراكم عفاش وأزلامه وهو نادم بل وخائب. اليوم علي عفاش ينظر إليكم وهو حزين، اليوم يموت وهو حي. والآن يصلنا أيضا زهرات الحرية، ها هن زهرات الحرية من يرسمنا المستقبل. حيوا زهرات الحرية، أقوى يا شباب الحرية، أقوى أقوى أقوى. نعم نعم نعم، ما زالت روح الثورة مستمرة وستستمر حتى تحقيق أهداف الثورة المجيدة. مت يا علي عفاش، مت مت يا علي عفاش، مت أنت ونظامك. يا قيران، يا من أحرقت ساحتنا، ها نحن اليوم ننتصر ونحرق قلبك وقلب عفاش سيدك وسيد أبيك. الله أكبر، ما أجمل هذه اللحظات التاريخية. اليوم يسطر أبناء الجمهورية اليمنية شرقا وغربا شمالا وجنوبا أن الخلود والنصر هو لكم أيها الأحرار، لكم يا شباب تعز. أنتم من كنتم الشرارة الأولى في ثورة 11 فبراير. التاريخ كتب أن تعز كانت هي الشرارة الأولى
تعز الثورة، تعز الحرية، وما هي إلا جزء لا يتجزأ من الجمهورية اليمنية. ها هن أيضا، ها هن أمهات الشهداء وأخوات الشهداء، أيضا يواصلن المسيرة، يجددن العهد. ها هن الثائرات، ها هن الحرائر، يقولن لعفاش: يا عفاش ستحاكم، وسنظل بالساحة جنبا إلى جنب بجنب الرجال الثائرين الأحرار حتى نحقق أهداف ثورتنا، ثورة الحرية، ثورة الكرامة. أرجو من الجميع بصوت واحد وبهتاف واحد ينادوا بأول نداء: إيه الحال؟